بارك الله فيكم. هذا بدر اليماني مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول بعض الأئمة يمد التكبير في الصلاة مدا طويلا حتى تستغرق شيئا من زمن الركن التالي، فهل العبرة في المتابعة بالقول أم الفعل؟ الإمام راعي أحوال المأمومين، فلا يمد التكبير تكبيرا طويلا بحيث أنهم يوافقونه فيه ويكبرون معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، فلا يمد الإمام التكبير بحيث يستغرق وقتا طويلا ثم المتسرع من المأمومين كبروا معه، يكون الإمام هو السبب في ذلك، يراعي أحوال المأمومين ولا يمد التكبير مدا طويلا. نعم.